فضيلة الشيخ، هل الصلاة في مساء مثل الجورة للحرم تعادل صلاة الحرم أو مثابة؟ نعم، الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمساجد المجاورة في المسجد النبوي لا يكون فيها ثواب المسجد النبوي. أما مكة فقد اختلف العلماء هل يحصل ثواب المسجد الذي فيه الكعبة للمساجد الأخرى أو لا، والصحيح أنه لا يحصل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في المسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فقوله إلا مسجد الكعبة نص بأن الذي فيها هذا التفضيل يعني 100,000 صلاة هو مسجد الكعبة. ومعلوم أنك لو صليت في مسجد في العزيزية ما قال الناس هذا مسجد الكعبة. لكن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، يعني لو صليت في مسجد في العزيزية أو في العوالي أو ما أشبه ذلك فهو أفضل مما لو صليت في مسجد في الرياض أو ما أشبه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل في الحديبية وكان بعضها من الحرم وبعضها من الحل، صار إذا جاء وقت الصلاة دخل إلى الحرم وصلى فيه.